Assalamu alaikum. Welcome to a new episode of Learn Arabic by Movie Clips. In this episode, we still investigate the robbery of the necklace lost from the judge of the city. Let's go! Sign up today and get your free one-to-one trial lesson with one of our male and female native Arabic tutors at Madinah Arabic Tuition Center. No credit card required. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. هذا الدرهم قد سقط من أحدكم. 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 ولا يسقط هذا الدرهم إلا من جيب مثقوب. 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 الحمد لله لقد ظهر الحق. 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 ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيدي القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ها قد اجتمع القاضي وصاحب الشرطة على براءتي. 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 باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. فاستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. في استطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. في استطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. هيا 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 هيا. والآن إلى التدريب. But in order to have a successful exercise, all questions will be in Arabic. Everything will be in Arabic voice and Arabic script to train your mind to think directly in Arabic. It's a little hard, but be sure it's useful. And you can do it, inshallah. You will not find the answers here in this video. Write a comment with the answers. And wait for our correct answer tomorrow, inshallah. السؤال الأول. اسمعوا جيدا. اسمعوا جيدا. ماذا يقصد الرجل؟ اسمعوا جيداً.
السؤال الثاني: هذا الدرهم قد سقط من أحدكم؟ هذا الدرهم قد سقط من أحدكم؟ ما معنى الكلمة التي تحتها خط؟ هذا الدرهم قد سقط من أحدكم؟ السؤال الثالث: ولا يسقط هذا الدرهم إلا من جيب مكوس. ولا يسقط هذا الدرهم إلا من جيب مكوس. ما معنى الكلمة التي تحتها خط؟ ولا يسقط هذا الدرهم إلا من جيب مكوس. السؤال الرابع: الحمد لله لقد ظهر الحق. الحمد لله لقد ظهر الحق. ماذا يقصد الرجل؟ الحمد لله لقد ظهر الحق. السؤال الخامس: هاقد اجتمع القاضي وصاحب الشرطة على براءتي. هاقد اجتمع القاضي وصاحب الشرطة على براءتي. ما معنى الكلمة التي تحتها خط؟ هاقد اجتمع القاضي وصاحب الشرطة على براءتي. السؤال السادس: باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. ماذا يقصد الرجل؟ باستطاعتي الآن الانصراف سيدي القاضي. السؤال السابع: هيا هيا. ماذا يقصد الرجل؟ هيا. السؤال الثامن: ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر. ماذا يقصد الرجل؟ الرجل لا يرتدي ثيابا. العقد في جيب الرجل، لا جيب في ثوب الرجل. الجيوب كثيرة في الثوب. ليس في ثوبي جيوب سيد القاضي انظر.